ميدو هل ارتكب محرز خطيئة عندما طلب بالإعفاء؟ شاهدنا ميسي في المنتخب الأرجنتيني يطالب بإعفائه، شاهدنا محمد صلاح مع المنتخب المصري يطالب بإعفائه، لماذا قامت القيامة على رياض محرز؟ يعني بسبب أنه رياض محرز أنه أداؤه لم يكن في المستوى في كأس الأمم الأفريقية. نعم، لأنه ما حدث بعد رحيل الناخب الوطني كانت فيه العديد من الأنباء التي تضاربت حول إمكانية رحيل العديد من اللاعبين من المنتخب الوطني. لذلك أعتقد بأنه كما قال القاسي سعيد الجميع ربط، هي عبارة عن سلسلة، كل واحد ربط حاجة بحاجة إلى غاية الخروج بإنتاز هكذا اللي فيها أنه محرز رفض القدوم. لكن أعتقد لو نعود قليلا إلى الخلف، ليست المرة الأولى التي أراد فيها محرز ربما التوقف مع المنتخب الوطني، لأنه يعني بعد الإقصاء من التأهل إلى مونديال البرازيل، مونديال عفوا مونديال قطر 2022 لما أخسرنا من منتخب كاميروني، محرز كان يريد تعليق الحذاء دوليا والاكتفاء باللعب مع مانشستر سيتي. الناخب الوطني السابق أقنعه بالعدول عن الفكرة والعودة لتمثيل المنتخب الوطني، عاد لم يقدم ولا شيء تقريبا، نفس ما كانش بالمستوى اللي كان به من قبل. جوي كونتر فولونتي سي با بيان، انك تلعب ضد رغبه، تفرض على لاعب يلعب ضد رغبته، هذا شيء غير ايجابي. نزيد نروح لك شويه بعيد اكثر، لما كان فايد الي لوتزيتش حينها مطمور وبالحاج طالب بعطله دوليه، فقرر فايد الي لوتزيتش وضع حد لمسيرتهما الدوليه معا، يعني كان نحازياني بعد التربص الذي بعده مطمور وبالحاج طالب بالاعفاء من القدوم الى التربص والتفكير في مستقبلهما الدولي، فوضع لهما يعني عبز على زر ستوب واوقف مسيرتهما الدوليه انطلاقا من ذلك. لذلك كما قال لك بن شابير، اليوم تصرف محرز، شوف محرز ليجون دو فوتبول الجزائري، أسطورة في كرة القدم الجزائرية، قدم كل شيء، فاز بالعديد من الألقاب، رفع راية الجزائر عاليا في أوروبا، في أبرز دوري في العالم هو الدوري الإنجليزي، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 5 مرات الدوري الإنجليزي، كل شيء. يعني ما تحدثوش على مسيرة محرز كلاعب، نحطوها أبر، نتحدثوا على لو جاست اللي داروا هاد المرة بطالب الإعفاء. إن كان طالب الإعفاء لعذر حقيقي ولازم، ما هو العذر الذي يمكن ان نجده لمحرز؟ يعني ماشي تلقى له عذر، العذر اللي اعطاه هو وشنو. لكن ان كان هذا العذر هو تمهيد ربما، ولا حبي سي ابي بري مع لونطرينور كيفاش كومون سافايت باسكو نحبو نكرهو، سيتي لو شوشو نيميرو ان تاع لونسيان سيليكسيونور، نحبونا هذا حقيقه لا يخفيها احد. محرز سيتي لو شوشو نيميرو ان تاع جمال بالماضي، محرز سليماني وما يبداو يجيو الاخرين. لذلك ربما لي بريفيلاج اللي كانوا عنده مع بالماضي، ممكن يقول لك انايا مع هذا جديد لا نوفال مونتاليتي، الناس كيفاش يتخمم الانتقادات اللي جات لاذعه في كاس الامم الافريقيه بالنسبه للاعب، واللي خلاته يخرج يصرح بطريقه انا اليوم نعتبرها عشوائيه، انك تيري على الناس تقول لهم نو ني سول ويا نو فامي افيك نو، نو خويا انت تي ريبريزونت لالجيري، الشعب كله، الشعب تشمل مايو دلاجيري، فوا تلبس قميص المنتخب الوطني الله غالب، انت لا تمثل العائله ولا ما تمثل الشعب، لازم تحمل اليوم باسكو تشوف لي كريتيك لي توكال للاعبين من البطوله الوطنيه، غير حمدوا ربي انتم لاعبين راكم تجيو محترفين، لانه ما كاش تلقاو نفس المعامله ولا ما يلقاوها لاعب اللاعب المحلي. هذه قناعه وحقيقه ثابته، وواحد ما يبدا يزيد وينقص في الوطنيه تاع الاشخاص، لكن هذه حقيقه ثابته. نعم، انه ماشي نفس المعامله. لذلك اعتقد بانه يا اما يمهد للتوقف الدولي، يا اما الفيسي افيك لونطرينور بيتكوفيتش، وهنا على المدرب ان يكون ترونشون، ما حبيتش ما جيتش، ما عندكش عذر، اوكي توقف، لا يمكن بناء. انا كنت تحدثت قبل فتره، حاله محرز لا تشبه حاله صلاح ميدو، لا اعتقد. كنت تحدثت قبل فتره قلت لا يمكن بناء سفينة جديدة بحطب قديم. اليوم حتى فيها أخبار عن أنه الناخب الوطني يفكر في منح شارة القيادة لإسماعيل بن ناصر ليكون القائد، وأنا كنت تحدثت على هذا الأمر منذ السنة الماضية بأنه إسماعيل بن ناصر سي لو كابيتان أديكوا بور سيت سيليكسيون، ومش ننتقدوا محرز، أنا واحد من أبرز المعجبين بمحرز، لكن لما نتحدث على مصلحة المنتخب الوطني فهي تمر قبل أي لاعب وقبل أي اسم وقبل أي مدرب. قاسي سعيد، يعني لو نبحث لمحرز عن أعذار وعن خلفيات هذا القرار، هل يمكن مثلا أن نقول بأن محرز تعب نفسيا،
في الآونة الأخيرة، الرجل لم يؤدي بشكل جيد في كأس أمم إفريقيا، خيب ظن الجماهير الجزائرية، انهالت عليه الانتقادات من كل حدب فصوب وصوب، فقرر أن يعني يتنحى جانبا، أن يرتاح قليلا، أن يأخذ نفسا ثم يعود بقوة إلى المنتخب. يعني لماذا لا نقرأ هذا القرار من رياض محرز بهذه الطريقة؟ نجم تقرأ هذه القراءة محمد، وأنا كنت نتكلم بالك عليها. اليوم رياض محرز تقريبا 10 سنوات المنتخب الوطني. بالعامية أنت كنت تقول تعب، أنا أقول لك بالعامية كره. في بعض الأحيان تشوف نفس الوجوه، نفس الاماكن تمشي ليهم، الطربوسات، نفس الناس في النادي ماهوش يروح يشوف كل الجوار، ما في النادي يشوف نفس الوجوه يوميا بالمدرب. ماشي اشوف عم محمد، انت قلت انه يكره، تكره اخرج، قول انا اسمعني، قول انا خلاص راني نحس بلي مانيش قادر نمد اضافه للمنتخب. كاين امر ثاني باش ما نظلموش رياض محرز، احنا علاش بنينا عطينا احتمالات؟ لانه الاتحاديه الجزائريه ما دارتش بيان قالت بلي رياض محرز تقدم بالسبب الفلاني بالحجه الفلانيه باش ما يجيش للمنتخب. كانوا قادرين يقولوا او بعثت لنا الملف الطبي تاعو، عنده اصابه ما يقدرش يجي، انتهى الجدل. بصح كي الاتحاديه ما دارتش، معناها انا عندي، انا كصحفي واش نقراها كصحفي في لغه الصحافه، معناها انه ما عنده حتى عذر، تصل طلب الاعفاء وانتهى الامر. علاش راك معفي؟ ما نعرف. وعنده سوابق. دقيقه ما يعني كمل، خليني كمل بعد خطر على ما خليكش. امين قلت لي في النادي في مانشستر سيتي كل موسم يدي لقب او لقبين، وفي السعوديه كنا نهضروا على محرز وسيتي. اليوم راه في السعوديه، ولكن تكلمت لك انايا لما كان في مانشستر سيتي كل سنه يلعب على لقب. في المنتخب الجزائري ما عدا الكاس تاع 2019 كانت الا نكست. لهذا انا علاش نقول لك نظرك بالتجربه ديالي لامين، في بعض الاحيان تكره المنتخب العام، المنتخب تقول خلاص تعبت ما نقدرش 10 سنوات معني ما راح نقدم لهذا الفريق هذا. بارك الله فيك، انا نمشي معك في هذا الامر. بصح واش قلت لك انا؟ اليوم قلت لك يخرج يتحلى بالشجاعه، يقول انا يا جماعه ما رانيش قادر نزيد الاضافه. الى حد الان واحد ما يعرف ماذا جرى ما بين محرز والمدرب ورئيس الاتحاد. لكن قلت لك باننا عندنا بعض المعلومات امين تفيد بان مكالمه هاتفيه جمعت وليد صادي برياض محرز، طلب من خلالها رياض محرز باعفائه من التربص القادم، وربما ربما شرح له اسباب هذا. يعني ربما شرح، احنا بصح ما عندناش المعلومه. احنا نهار الاتحاديه الجزائريه احنا كيما تكونش عندنا المعلومه، احنا نديروا الديبات تاعنا نبنوا على المعلومه اللي عندنا احنا. ما نقدروش نعلموا الغير لحد الان. يعني لا يوجد عذر صريح لرياض. اذا كاين عذر انا واش نعرف؟ في الاتحادات لما لاعب يطلب الاعفاء تحدث هذه الامور، يطلب الاعفاء لسبب معين. الاتحاديه دائما دير بيان في كل اتحاديات العالم، بيان رسمي تشرح فيه اسباب اللي على جالها طلب رياض محرز الاعفاء من المنتخب الوطني الجزائري.